متابعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. انتم على مباشر معنا مره اخرى على قناتكم شوف تي في مباشره من مدينه سيدي بوزيد. اذا ما اخرجتم معنا مره اخرى دائما في اطار مواجهه اخر اخبار فيروس كورونا في المملكه، اليكم اخر المستجدات والاحصائيات. سيداتي سادتي، اعلنت وزاره الصحه قبل قليل عن تسجيل 135 حاله اصابه جديده مؤكده فيروس كورونا المستجد حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 1888 حالة. وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تم الشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 217، بدون 219 حالة شفاء ولله الحمد. إذن عن وزارة الصحة 125 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى الساعة السادسة من مساء اليوم. إذا 125 حالة إصابة جديدة إجمالي الحالات أو الحالات العدد الإجمالي الحالات المصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة 1888. وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 217، إذا بعد تمثل 14 حالة جديدة للشفاء سيداتي وسادتي. إذا فيما بلغ عدد الوفيات جراء هذا الوباء الخبيث 126 حالة. إذا هذه 24 ساعة ولله الحمد ما كانت حتى شي حالة ديال الوفاة. إذا هاد 24 ساعة ما كانت شي حالة ديال الوفاة ولله الحمد. إذن سيداتي سادتي بشرى المغاربة ولله الحمد ما كاين حتى شي حالة ديال الوفاة جراء هذا الفيروس الخطير اللي هو فيروس كورونا كوفيد 19 في هاد 24 ساعة. إذن ولله الحمد الحالات اللي تماتت الشفاء تزادت اليوم، تزادت 14 حالة الإجمالي ديال الحالات اللي تماتت الشفاء 217 حالة سيداتي سادتي. وتهيب وزارة الصحة للمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد المنظمة والسلامة الصحية والاحترام الكبير الاحتياط التي اتخذتها السلطة الأمنية والمالية والمسؤولية سيداتي سادتي. إذا 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حدود الساعة السادسة، الوفيات صفر ولله الحمد. الحمد لله والشكر لله ما كاين حتى شي حاله ديال الوفاه في 24 ساعه بسبب هذا الفيروس اللي هو فيروس كورونا. مجموع ديال الحالات مؤكد اصابه فيروس كورونا 1888. اذا كيف ما كتشوفوا رياح قويه هنا بالمدينه. اذا مره اخرى اؤكد 125 حاله اصابه جديده فيروس كورونا المستجد حتى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1888. إذا الحالات ديال الشفاء 14 اليوم، 14 حالة اللي تمثلت للشفاء ولله الحمد. مجموع ديال الحالات اللي تشافت 217، وإن شاء الله نسمعوا أرقام ديال الحالات أكثر وأكثر اللي تشافوا بإذن الله. إذا 217 المجموع ديال الحالات اللي تشافت. بالنسبة الوفيات ولله الحمد مرة أخرى ما كاين حتى شي حالة ديال الوفاة في هاد 24 ساعة الأخيرة. كيبقى الرقم ديال الوفيات 126 إن شاء الله، يبقى محدود في 126. نتمنوا من الله عز وجل أن جميع الحالات تشافى بإذن الله يا ربي. ادعوا معنا. بالنسبة للحالات اللي تم الاستبعاد ديالها بعد تحليل مخبري سلبي 8034 تحليلة تأكدت بأنه غير مصاب بفيروس كورونا المستجد سيداتي سادتي. إذا ندعو مع جميع المرضى أنهم يتشافوا. بالنسبة لمدينة الجديدة، مدينة الجديدة والإشاعات مرة أخرى أؤكد لكم سيداتي سادتي، فقط سعود ديال الحالات، سعود ديال الحالات الحدود الساعة اللي كاينين مدينة الجديدة هما في حالة جيدة ولله الحمد. إذا
هما في حاله جيده ولله الحمد. بمستشفى الاقليمي بمحمد الخامس بالجديده. اذا كنأكد لكم تسعود ديال الحالات اللي كاينين بمدينه الجديده فقط، تسعود ديال الحالات اللي الان هما في المستشفى الاقليمي محمد الخامس. سيداتي سادتي اؤكد لكم ان الحاله ديالهم ولله الحمد مزيانه، نتمنوا لهم الشفاء في اقرب وقت. دعوا مع جميع المرضى. خوتي اخواتي تحيه لجميع المغاربه داخل وخارج ارض الوطن، تحياتي لكم. كانت هذه اخر المستجدات والاحصائيات ديال فيروس كورونا. الناس اللي يدخلوا على المباشر الان على قناه الساعه 6 من مساء اليوم. اذا مجموع الحالات من المملكه 1888 حاله، اذا الحالات اللي تشافوا في 24 ساعه 14 حاله، اذا مجموع الحالات اللي تشافوا 217 بالنسبه للوفيات. ما كاين حتى شي وفاه، عفوا، حتى شي حاله ديال الوفاه في 24 ساعه الاخيره. اذا الرقم وقف 126 وفاه بسبب هذا الفيروس، هذا المرض اللي هو كوفيد 19. نتمنى من الله ان الجميع يتشافى. هناك 9 ديال الحالات اللي هما الان بالمستشفى. الشباب اصابتهم، هذيك المجموعه اللي كانوا الشباب اصابتهم بهذا الفيروس اللي جاوا من المنتجع ديال الوالديه، تاكد امس انهم حتى شي واحد فيهم ما مصاب. فيلا نور الدين 9 ديال الحالات، كاينين 9 ديال الحالات، 4 ديال الموظفين وواحد الزوجه ديال واحد الموظف، وواحد الموظف جوج وليداتو وولد الاخت ديالو. اذا المجموع 9 ديال الحالات، وبنت طبعا بنت احد الموظفين اللي خدموا كلهم نفس القطاع. اذا 9 ديال الحالات اللي كاينين الان كيتعالجوا بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس، هما تحت الرعايه الطبيه ديال الطاقم مكون من عده اطباء وممرضين. اذا شكرا لهم، هما اللي في الصفوف الاماميه ضد هذه الحرب ضد فيروس كورونا. كنأكد لكم انهم بوشنا شانيل. اذا سولتوني على مدينه الجديده، كاينه فقط ياسمين عبد الله 9 ديال الحالات اللي كاينين في مدينه الجديده، هما الان مستشفى محمد الخامس، مستشفى الاقليمي محمد الخامس، والحاله ديالهم الصحيه الحمد لله مستقره. كنأكد لكم ان الناس اللي خالطوهم وكانوا معاهم حدود الساعه، جميع التحاليل المخبريه اللي قاموا يعني جميع التحاليل المخبريه اللي كانت في المعهد، عفوا، المختبر ديال باستور بالدار البيضاء، اكدت انهم غير مصابين. بالنسبه لا اطباء لا المختلطين اللي كانوا مع هاد الناس اللي مصابين بفيروس كورونا، الحدود الساعه ما كاين حتى شي حاله جديده، فقط 9 ولله الحمد. دعوا معاهم، الله يشافيهم، الله يشافيهم جميعا. اذا الرياح قويه، غادي تكون